استنى بس افرفشكم، استنى استنى انا مشغل نكد ولا نكدي ولا في ايه يا فنان. كفايه كفنان، كفايه يا فنان يا فنان. هلا والله، هلا والله. خلني اسامحه. سامح بس مع هو كان في برضه نظريه اتكلموا على المسامحه، هو قال لك ان المسامحه دي مش لازم نسامح ده عامه، وانا ما بحبش اسامح برضه. مش عارف ليه. بس يعني انا ممكن اسامح عادي، قشطه انا بسامح اصلا، ما بحطش الحته دي في دماغي، بس ما بثقش تاني خلاص. باي باي كامبورا. ازيك يا ميرو؟ حاضر اقول اسمك. مو اياد راح مني. استنى انت جميل قوي. الله يسترك والله، الله يسترك انت وامك والله. لا ما نثقش. لا ايه اكتر موقف حصل لك وانت مشهور؟ احكي لك حاجه حصلت. بطلت ايه؟ بطلت ابعت اد لحد لاي بني ادم في الدنيا بسبب موقف حصل لي. اقوله لك. اول ما ابتديت اتشهر وبتاع، فدخلت بنت وبتاع قالت لي بص انا بموت فيك قوي وبتاع ومش عارف ارجوك ايه ابعت لي اد عشان ايه منظر بيه وبتاع قدام صحابي وبتاع. قلت لها حاضر. رحت بعت لها اد عادي جدا كاي شخص عادي. راحت واخده السكرين للاد بتاعي ومنزلاه في جروب عندهم جروبات، وقالت بقى ادي المشاهير الحكاكين. يا ولاد هي فاكره ان الموضوع مش هيوصل. وصل لي يعني. كنت ممكن اطلع الشات بس انا ما رضيتش اطلع الشات، قلت عيب. سكت والله. بس انا بتكرر ساعات العيال دي خلتني ابطل. بص والله العظيم خلتني ابطل. ايه ده الكرسي اتكسر؟ عيال مصايب ورحمة، اقسم بالله عيال مصايب، عيال مصايب. يعني انتوا خط التربيه ده ما ايه بقى، خط التربيه ما عداش عندكم يعني؟ ما طبطبوش عليكم وقالوا لكم الاصول بتقول كده؟ حماسه 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 حماسه. ما كانش فاضي، كان بيجيب بيت. قال لي قادم لاصلح ما افسده الاخرون. هيطلع هو الاخرون ما تخافيش. بصي لما حد يقول لي كده خدي مسافه لورا بقى لابتوب واديله في دماغه، مفيش حد بيصلح حاجه، احنا كلنا اخطاء وكل احلف. طب ان هم مش بعتينك انت؟ طب احلفتي. ايه اكتر حاجه زمان؟ زمان انا كنتش بحب الدكاتره، كنتش بحب الدكاتره خالص. اقول لك ليه؟ بس القصه دي مش عايز اقولها، بس اقولها لك، بس القصه مش حلوه. زمان اول حقنه خدتها في المدرسه كانت من دكتور مدرس، كنا مدرسه خاصه وبتاع وبيعملونا فرافير. تمام وانا من هنا يعني صباح الفل يعني اخويا، واروح المدرسه بقى ولاد ناس قوي وبتاع، وانا يعني كنت في طبقتين مختلفين. ابويا يعني كان بيدخلنا مدارس غاليه، هو عايز يعني ايه فاهم حاجه. المهم تروح يعني بص بتكس كده. المهم ايه، رحت المدرسه. فكان اليوم يوم الحقن، اليوم الاول مره في حياتي اخش. فدخل واحد ببلطه كده بيبص كده، بص رافع ايه حاجبه ودخل، والمستر بقى ما فيش ضرب وبتاع. فالمستر كان فرحان فينا، فاللي هو عارف الرجال اللي بصور، هو كان بصور. فدخل لنا ايه، دخل لنا الدكتور، دخل عارف بقى دخلت المايسترو تيرات ترات ترات. راح حاطط الشنطه راح فتح بيعمل بقى للعيال كده. بص عارف كشف الجيش سلبيتا يا عم تضرب هنا؟ لا لف لف ورا ايه كل شويه اروح الاقي عليك عليك عليك. وانا قاعد بقى ورا في الديسك الاخير وسامع ايه يقول لي يقول لك خرابي. كان بيرشق العقده ازاي؟ كان بيعمل العقده كده بيو. وانت بقى تخيل بتقف كده يقول لك ايه ده الاول واد كان اسمه حوزه، حوزه انا فاكره كويس، حوزه راح طلع كده وقف. المشكله في ايه؟ بص اقول لك، ده الفصل ماشي، الباب اهو
هو يقول لك ايه، اقف عند الباب، المفروض يقف عند الباب ويدي المصلحه في الحيطه عادي يعني. يا نهار اسود والله العظيم، فالمصلحه لينا فاحنا كلنا. يقول لك امال انا لسه هلف. لا هو اللي يلف. والواد يبقى زلبوده وده يروح بيو مديهاله في وشه، في وشه قوي، اه كله وشه. ازيك يا تيفا؟ وازيك يا ابو عبيد؟ بس ف ايام كانت ايام زفت. انا بكره ايام الطفوله بتاعتي والله، والله العظيم. جه الدور عليا بقى يا صاحبي. عارف بقى، عارف مشاهد يعني جون سنو في جيم اوف ثرونز واللي هو، طب هقول لك هفهمها لك. عارف المشهد بتاع فارج في كارنك؟ كله عارفه اكيد. سعاد حسني، انا كنت سعاد حسني، كنت اخر عيب. اسعى لي زي اه يما. رحت طالع له يا صاحبي وسامع بقى العلبه، مع السلامة باي باي. قد ما قال لي كلمة مش عايش ينفع، قال لي ما تبطيش قوي يا جدعان، ما ينفعش نضحك الحاجات دي يا جدعان، خلاص خير. اه بس شو اقول لك بقى، خلاص خلاص. ازيك يا زوز؟ ازيك يا روان؟ ازيك يا تمورة؟ ازيك يا بروف؟ بتتابع مسلسل ايه؟ انا تابعت مسلسل، هقول لك تابعت مسلسل اسمه تحت الارض. لفت نظري الاستاذ طاهر، هو مشهد اتفرجت عليه، هو مهندس وابوه شغال في شركه كبيره واخد بالك، وعايشين في كومباوند، وراح لخطيبته اللي هي برضو عايشين في كومباوند زيهم كده وبتاع، وبيقول لها شوفي انت فين وانا فين. طهوره انت فوق قوي يا طهوره، امال انا فين؟ لما انت طهوره انت عايش في المستوى ده، وبابا مهندس وماما مش عارف شغاله فين، وانتوا كلكم اغنياء، وتقول لها انت فين وانا، امال انا فين؟ قفلت. كان مسلسل لا عايز اتابع بقى واشوف الدنيا فيها ايه. الموضوع كان مش لطيف. ازاي بتستحمل اراء الناس؟ لا انا ما عنديش استحمال، انا ما عنديش قوه استحمال تقشير برتقانه. انا يا باشا بص، رايك خده ليك. انا ما عنديش طاقه يعني، انا ما اقدرش اقشر برتقال. يا جدعان انا عايز اشكر 5600 عشان دول اللي مروقين عليا في اللايكات والاكسبلور والله العظيم ثلاثه. خد ياض قلبي، يا خد كده الف دفولك. كنت بتلعب ايه زمان وانت صغير؟ مش هينفع اجاوب والله العظيم، مش عايز اجاوب، بس يعني للمصداقيه كنت بلعب لعبه اسمها الازايز، ومش هرجع ومش هشرحها لك ومش هقول لك كان فيها، كنت بركز. مش هقول لك حاجه تاني، شكرا. طبعا بقى جبل جرايه وانا بتركز. معلش معلش كده، العاب 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 كيدز 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 كيدز. هتقول الكيدز؟ لا لا. ازيك يا روما؟ اه يابا. قول له اسمي محمد. ازيك يا محمد؟ احمد شرف. ازيك احمد؟ موني. اسماء. ازيك يا مايكل؟ ازيك يا كيرو؟ ماشي خلاص يا جدعان كفايه والله. مش كل حاجه بتروح بالفلوس وحاجه بتيجي بس مش عارف ايه. لا بص، كل حاجه بتروح وبتيجي يعني، خليك في الفلوس، ركز في الفلوس يا ابني. واعمل نفسك كده. ازيك يا شيكو؟ ازيك يا اتش ار؟ زياد. زياد ام منا. بتعرف تخرج نفسك من الموقف؟ بص انا من انصار فكره انا جيت اكحلها عمد. والسؤال اللولبي، هل محلات الجزاره بتبيع لحمه؟ بس انا يا باشا اللي خاربها والله العظيم، فوق دماغي. ازيك يا بتقول على شعره؟ ريما. ازيك يا ريما؟ ايه هي المعادله الصعبه؟ ان انت ما تكونش شكاي وبكاي وانت عندك هموم يا صغير. يا صغير والله العظيم.
هلا بالخميس، هلا 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 والله.